مهم جدا لانه كيبرز الشراكه ما بين وزاره السياحه ووزاره الصناعه التقليديه في اننا متحدين يعني القوه بحال لونيون في لا فورس. حنا متحدين باش ننشروا اكثر واكثر تراثنا وصناعتنا التقليديه وخصوصا القفطان يعني كهويه مغربيه تراث عايش معنا اليوم لهذا وتاريخنا. حنا كتله كلنا ما نقدروش نتفرقوا على بعضياتنا المصمم والصانع ويعني كلنا كتله واحده فكنتشاركوا باش نخرجوا واحد القبطان في واحد احلى صوره. اليوم انا فرحت بزاف اللي شفت بزاف ديال الناس يعني امبليكي في هذا الموضوع هذا واللي كيجيو باش يثبتوا الهويه ديال القبطان وكلهم ما قابلينش النقاش يعني شكون هذا اللي غادي يتقبل النقاش ديالو ويقول لك شنو سميتك وريها لي. هو بحال القبطان المغربي وحنا ما قابلينش هاد حتى شي جدل عليه. راه الناس مقصرين في الحق ديالنا حنا الصناع كلهم بكل صراحه، بالخصوص انا كنتكلم على راسي هنايا. انا من الناس المجاهدين 62 سنه ديال العمل ما خليت حتى شي ارض اللي ما مشيت لهاش الا استراليا اللي ما مشيت لهاش، العالم كله حتى برولاي مشيت لها صوبت فيها الجامع. ومن غير هذا الشيء بنتي نقول لك انا في الجعبه ديالي الحمد لله دابا 70 مسجد الحمد لله بالتواريخ ديالها وبكل شيء. الفخر ديالي وهو بحال داك الشاب داك السي محمد العوينات من الشباب تبارك الله من المعلمين. نقول دابا معلمين انا صنفتهم معلمين، دابا التلاميذ ديالي كلهم صنفتهم في هذا اللوحه هذه بانهم معلمين، لانه اللي كتعطيه تراسلو في شي بلاين وتقول له هاك ها شنو غادي ديو وكتمشي وكتجي وكتصيب داك الشيء مصوب على حق وطريق هذاك تيتسمى معلم وتيخليك فين تهضر، بل وربما كيزيد من عنده هو عدد المسائل كيزيد من عنده هذاك الشاب اللي كتشوف. هذوك راهم اربعه د الخوت عندي تعلموا كلهم تبارك الله اللي جالس. كنعرفوا ان المغرب دوله عندها تاريخ، يعني الا قلنا 12 قرن راه غنقصوا من العدد ديال السنوات ديال هذه الدوله اللي هي عريقه ومتجدره عبر التاريخ. المغرب هو يبتدئ منذ ان بدا التاريخ. كان هذا الزليج المغربي كنشوفوه في الاندلس وكنعرفوا ان الحضور المغربي في الاندلس هذا كيدل على انه الزليج المغربي هو الزليج هو ينتمي الى الدوله المغربيه. وكنعرفوا ان حتى الصناع التقليديين حاضرين بالجزائر باش يديروا هذا الزليج اولا القبس المغربي اولا هذه الصناعه التقليديه المغربيه. اليوم جينا باش نوضحوا هذه الامور، وقفه رجل واحد ما بين الصناع التقليديين والاعضاء باش نبينوا للعالم انه الزليج والقفطان هو مغربي 100% وما نحتاجوش ناكدوا هذا الشيء، جينا غير فقط للتذكير. المغرب دوله عريقه، بزاف ديال الدول كتحاول ما عندهاش تاريخ كتحاول تسطو على التاريخ ديال دول اخرى من بينها الصناعه التقليديه، وهذه فرصه باش نعطيو الحق ديال الصناعه التقليديه والصناع التقليديين اللي بداو يعني كينضاطروا عبر الزمن، لانه كنشوفوا ان دول اخرى عاد باغت تسطو على هاد التاريخ وهاد التراث عن طريق السطو. يعني حنا خصنا نحافظوا عليه عندنا وخصنا يعني ندوزوا للابناء ديالنا عن طريق دعم الصناع التقليديين.